السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم طبق تاعنا اليوم واللي هو العشاء تاعي، أنا شاركتكم وش تعشينا، وحبيت نوري لكم طريقتي فقط، بعض يعني من الطرق تاعي في طبخ السردين. وهذه طريقة رائعة، وهذه الطريقة اللي فضلوها أولادي وزوجي، يعني الطبق هذا يموت عليه. وهذا راه السردين الكبير، مش السردين الصغير. خلاص نعرفوا كل ما يكون السردين صغير كل ما يكون طعمه به يعني حلو، وكي يكون كبير شوي يكون صامت. في الطريقة بالطريقة هذه الخضر اللي راح نديرها والتتبيلة راح يعطوه طعم رائع، يعني ما راحش يكون صامت معك خلاص حتى وإذا كان كبير. ونتمنى يا ربي تعجبكم، وما تندموش انكم دخلتوا شفتوا الفيديو، وان شاء الله تجربوا الطريقة وراح تعجبكم متأكدة. كما قلت لكم يجي طعمه رائع وما يتشبعش، مهما تاكلي ما يتشبعش منه، يعني حتى اذا جربتي الطريقة هذه متأكدة راح تعوديها. واتمنى ديروا لي جيم قبل ما تخرجوا، تحطوا لي جيم ما تنسوش. ومرحبا باي ضيف جديد عندي هنا في القناة، وإن شاء الله تكملوا الفيديو تشوفوه للآخر. ومع تحياتي للجميع، وإن شاء الله نبدو طريقة وتشوفوا كيفه طيبته. وفي الفيديو هذا إن شاء الله راح نوري لكم طريقة، تبعوا الفيديو راح تشوفوا طريقة سهلة، يعني تبسط لكم كيفه تنحوا الشوك ذيك تاع السردين يعني بكل سهولة. فقط تابعوا الفيديو. وهنا اول شيء راح نبدا به، قبل ما نبدا نطيب طبعا غسلت السردين، غسلته مليح، نحيت له ذوك الحراشف هذوك. من بعد راح نحي له الشوك بهذه الطريقه، يعني ما راحش نحي اللحم تاعو هذاك اللي داخل بزاف بالطريقه هذه، يعني تنحي غير الشوك وبكل سهوله، ما تطوليش بالقراص هذا. تعفسي على حبات السردين كما تشوفوا الصورة في الفيديو، من بعد راح يتنحى معاك بكل سهولة. وطبعا انا بعد ما قلت لكم غسلته مليح، بعد نحيت له الشوك وعاودت غسلته، نظفته من الشوك مليح وعاودت غسلته بالماء بارد، باش اي شوكة تكون محطوطة فوق وهكا تطيح بالماء. وهنا راني موجدة الفلفل والطماطم والبطاطا، هنا الثوم تربيه ولا تقطعيه رقيق، عندي المعدنوس طبعا، وكثري المعدنوس كما تعرفوا كامل الاسماك راهي تحب المعدنوس وتحب التوابل، تحب الكمون.
انا كيما قلت لكم دائما، انا حتى العروق تاع الدبشه والا الكزبره راني نستعملهم كي نطيب تزيين. يعني طبعا راح تستعملي الاوراق فقط، لكن في الطياب نستعمل حتى الاغصان ما نرميهمش. هنا ضفت الملح كما تعرفوا، الحوت ولا السردين ولا اي نوع من الاسماك راهو يحب الملح بزاف. عندي الكركم هنا، الفلفل الاكحل، فلفل اسود، كزبر اللي هو التابل، كمون. وهنا راك كيما تشوفوا ضفت الكمون، كيما قلت لكم راهو يحب الكمون والمعدنوس الاسماك. هنا عندي فلفل احمر حلو، درت شويه برك ما كثرتش، وراح نزيد البابريكا الحاره. يعني هذه انا طبعا بسبب الاولاد راح ندير كميه قليله، والهريسه كما تشوفوا. اذا ما عندكمش اولاد طبعا كثروا من الهريسه لانها تواتي السردين الاسماك. وكما شفتوا هنا بعد ما ضفت الزيت حركت المكونات كامل مع بعضها، وراح نخلي نحط فيهم هذاك السردين ونخليه يشرب من التوابل. راني خدمته بيدي طبعا، انا هنا ما صورتش. خلي في الوقت هذا اللي هو باش يشرب من هذيك التوابل حوالي نصف ساعة، انا نروح نقشر البطاطا ونقص هذاك الفلفل والطماطم نجهزهم، ونقلي البطاطا. وهنا هاي البطاطا تاعي، انا عندي حبات كبار وحبات صغار. قلت مادام راح نقصها دي ترونش، انا اصلا نحتاجها كيما هكا صغيرة، فخيرت حبات صغار. هنا راني نقص فيهم كيما قلت لكم دي ترونش، من بعد نقلي فيهم. هنا راني قصيت البطاطا والفلفل، جهزتهم. وهذه البطاطا قليتها، جبت المول تاعي. اول حاجه راح نديرها راح نحط كوش تاع بطاطا من تحت، ما لازمش نحط السردين من تحت باش ما يلصقليش في الكويزينير. حطيت كوش تاع بطاطا، من بعد راح نحط قطع ايضا من الطماطم. كما تعرفوا البطاطا راهي مقليه في الزيت، يعني ما راحش تلصق سيرتو كي لانه ما راحش يطول الحوت يطيب في ساعه. وهذوك لي ترونش تاع الطماطم اللي حطيتهم راح يطلقوا الماء تاعهم ويهبطوا لتحت، يعني ما يخلوش المول تاعك تلصق فيه الماكله. والفلفل كما تشوفوا من بعد، وطبعا خليت شوي بطاطا باش نحط نحشي بها كل قطعتين السردين. راح نحطها نحشيها لداخل دي ترونش من البطاطا وطماطم وفلفل كيما تشوفوا، ونغلق عليها بحبة أخرى. راح يجيك طايب وطري ويشرب منك الخضرة هذيك، راح يجي طعمه هايل. تكملي بالطريقة هذه، شوي شوي بطاطا، قطعة من الطماطم، قطعة من الفلفل، وتغلقي بحوضة أخرى حتى تكملي القطع تاعك. ومعلومة فقط حابة نقولها لكم، باللي الطريقة هذه تجي رائعة حتى ولو عندك حبات يعني سمكات فقط قليل، يعني مش شرط تكون الكمية كبيرة، لأنه البطاطا
حتى كنت تحطي ربعة فقط، قلت لكم هذا راهو السردين الكبير مش الصغير، حتى كنت تحطي ربعة برك ولا خمسة، ولا راح البطاطا والطماطم والفلفل راح يدي الجو تاع السردين، ويجي البلا تاعك يجي هايل. يعني مش شرط انك تشري كمية كبيرة، جربي يعني، وكما قلت لك ما راحش تندمي ابدا، وراح تعتديها الطريقة هذه. مع العلم اني الطريقة هذه انا ديما نديرها، مش شرط نديرها في الكويزينير ولا في الفور، نديرها في المقلة، نديرها حتى في المقلة بنفس الطريقة على نار هادية خلاص، وتكون المقلة تكون عندها غليظ، يعني تقفلها نقصي خلاص النار باش ما تلصقش، يجيك نفس الطعم يعني نفس النتيجة. هنا بعد ما كملت عاودت حطيت عليهم المعدنوس اللي كنت مخليته، هنا راح نغطيها بابي سيلوفين، بابي ألومنيوم. إذا ما عندكش ديري بابي سيلوفين، ودائما نقولكم الطريقة تاع بابي سيلوفين، تبلوه باش ما يتحرقش في الفور. وهنا راني كما تشوفوا خرجته بعد ما بدا خلاص يطيب ويسخن، تفكرت باللي نسيت ما حطيتش، ما عصرتش عليه الليمون، وما حطيتش هذاك القرن الحار تاع الفلفل، جبتهم حطيتهم، حطيت القرص دي ترونش ما عصرتش يعني، حطيت لاني قلت لكم صايي بدا يطيب، ولحقت هذاك القرن تاع الفلفل، راح نعاود نغطيه ونرجعه للكوزينير. وهنا راهو طاب صايي، بعد نحيت خليته يتحمر، نحيت البابي